بداية محطاتنا اليوم نور راح تكون مع أساسيات مهنية استطاع عالم التنمية الإدارية أنه يدعمها ويكون من أدوات تطويرها، فهي مخطط إداري طبعا بأي شركة أو مؤسسة أصبح اليوم يعتمد بشكل كبير على قواعد التنمية الإدارية. اليوم راح نتعرف أكثر على هالقواعد مع ضيفتنا بالاستوديو مديرة الموارد الإدارية نهى شوحنة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك زينب. يسعد صباحك كمان. يسعد صباحك الجيش العربي السوري. يا رب أكيد بدنا نصبح على جميع رجال الجيش العربي السوري. بالبداية إنه خلينا نحكي عن أهمية التنمية الإدارية ودورها في أي شركة استمرار نجاحها في آلية عملها. نحن لما نحكي عن التنمية الإدارية ما فينا نفصل عن التنمية أو إدارة الموارد البشرية. فالمسؤول عن هذا الاختصاص بشكل عام بالمؤسسات أو الشركات هن مدراء الموارد البشرية. التنمية الإدارية بالمؤسسات بتعتمد طبعا على تحسين أداء الأفراد لتحقيق أهداف بالمؤسسة، تكون أهداف على مستوى القسم والمؤسسة. ولكن نحن لما نحكي تنمية نحن عم نحكي على إيجاد فجوات في الأداء، وهالفجوات هاي منا لحتى نطلع للمسار المهني، ولكن هاي العملية تحتاج لتخطيط. يعني نحن اليوم حتى نكتشف هالفجوات في الأداء مفروض يكون في عنا، ويصير موضوع تنمية لازم يكون في عنا أكيد فجوات، وهي الفجوات إلى آلية لحتى نخطط لهذا الكلام. وما عدا الفجوات في عنا شيء مرتبط هو مثل ما حكيتي في البداية المسار المهني. يعني نحن اليوم ما فينا اليوم لما نعمل تنمية ما نقول لكل موظف أو لكل شخص بالمؤسسة، كل موظف بالمؤسسة وين انت هلا، وين راح تكون بعد سنه، وين راح تكون بعد 3 سنين، مفروض وين راح تكون بعد 5 سنين. اذا نحن عم نشتغل على شكل صحيح وعم نشتغل على برنامج تنموي حقيقي، وهذا الشيء بيعتمد بمعايير له معايير واسس معينه لحتى نقدر نوصل لهذا الشيء. طب خلينا لك أنه نحكي عن الإدارة الناجحة، أكيد إلى مفاتيح وإلى قواعد وأسس بنت عليها، خلينا نغوص بهي القواعد ونحكي عنها كمان. تمام. هلا نحن لما نعتمد نبدأ أول شيء بالوصف الوظيفي. يعني نحن الوصف الوظيفي اللي هو بطاقة الوصف الوظيفي أي موظف، هي بطاقة تعريفية له بتقول له شو هي المهام والمسؤوليات، شو هي الكفاءات يعني نحن المطلوبة، هل هو مطلوب شهادته العلمية المطلوبة، كفاءاته، المهارات المطلوبة. فهي بالنسبة لأن بطاقة الوصف الوظيفي هي المفروض بتعطي بقولوا لها لكل شاغر أو بوزيشن بالشركة بالمؤسسة بيكون في عندي أنا بطاقة وصف وظيفي، ولكن هي بتعبر عن الموظفين الموجودين أو المواقع الوظيفية الموجودة. بس نحن بمرحلة التنمية المفروض نعتمد على شيء اسمه الشجرة المهنية، يعني هي شجرة المسار المهني. كيف بتكون؟ اليوم نحن بنقسم المؤسسة لأقسام، كل قسم لنفترض القسم المالي، القسم الإداري، قسم الموارد البشرية، قسم العمليات، قسم الفني. فكل قسم من أقسام المؤسسة بيكون إلى شجرة. فحتى القسم المالي كمان بيكون لنفترض له شجرة تانية. من القسم المالي ممكن يكون أنا عندي شجرتين، هاي الشجرتين هن عبارة بيقولوا لها مسار مهني، يعني بيقولوا لها كارير تري، يعني بالإنجليزي حتى أني كارير تري، لأن نحن لذلك عم نعبرها أن هي شجرة لأن هي عبارة عن نمو. فبتبدأ أني نحن بناخد من مستويات وظيفية وبتكون مرتبطة بنظام الفئات. هلأ نحن بالمؤسسات الحكومية نظام الفئات معمول على 4 درجات الأساسيات، ولكن إذا جينا بدنا نقول بدنا نشتغل على منظومة التنمية المفروض حتى يجب أن يتوافق نظام الفئات المطبق مع شجرة المسار المهني. كيف راح تكون الشجرة؟ اليوم أنا بالنسبة لي بيكون في عندي شيء بيقولوا له جينيور ليفل، يعني هذا فايت على المؤسسة هلأ فريش طالع من الجامعة، طالع من معهد، معه بكالوريا لنفترض، فايت على هذا الموقع الوظيفي بشكل لأول مرة، خام لساته. فمنقول له نحن عالم لساته فريش جينيور، يعني لساته بيبي. تمام. هذا البيبي مفروض هو بمستوى إداري. هلا نحن هون هذا النقطة التصنيف بيقدر على أنت اليوم شو شهادتك الجامعية. أنت شهادتك الجامعية لنفط جامعة، فأنت بتاخذ فئة ألف أو الأولى، الفئة الأولى. نحن لو كان في فئة أولى، فالفئة الأولى تختلف من شخص يبدأ معه شهادة جامعية لشخص معه خبرة سنة لشخص عم خبرة سنتين لخمسة لعشرة. وهو فعلا الخبرة بتلعب دور، يعني أحيانا بينظلم مهنيا الموظف لو ما معه شهادة. أحيانا بتلاقي
عنده 10 سنين او 15 سنه خبره. تمام. هي لحالها من المكفى، لانه نحن دائما بنعرف انه الشهادات الجامعيه على ارض الواقع تختلف تماما. هلا نحن في عنا العمل اللي تمام. هلا نحن ما فينا ننفي قواعد معينه. نحن انا حكيت بدايه بطاقه الوصف الوظيفي هي الاساس، فانت بتقولي انا ما فيني وظف لو كان فريش، انا هذا الموقع الوظيفي بده شخص معه شهاده جامعيه، لنفترض محاسب تجاره واقتصاد. طب اليوم هذا الشخص المحاسب اللي فات على المؤسسه بجوز استلم امين صندوق في البدايه، بس هو اخذ فئه الف. تمام. المفروض الفئه الف تتوزع الى خطوات، داخله في خطوات A و B و C و D لنفترض. نحن هاي النقطة اللي لسه يمكن قانون العمل ما غطاها. التوصيف الصحيح للوظيفة لم يتم تعديله لأنه جدا قديم. لأن الفئات، نظام الفئات المعمول فيه يمكن يحتاج، أنا سمعت أني كان في دراسة لنظام الفئات، يمكن نحن لأني بحاجة لنعدل نظام الفئات بحيث يكون هذا أساس التنمية الإدارية أو البشري رح نمشي في المسار المهني. نحن ما فينا نمشي بمسار مهني من غير ما نكون نحن بالفعل عم نحط الشجرة، عم نحط الأسس العلمية، بس لازم تتوافق مع شيء اسمه جريدينج سيستم، نظام الفئات. ليه؟ لان هذا الشخص الفريش اللي نحن قلنا عليه جونيور، لنفترض كان محاسب، فات كامين صندوق، ترفع بعدين لمحاسب، محاسب اول، رئيس حسابات. طب انا معقول هو فئته بس واحد لان هو شهادته الجامعيه مثلا خريج جامعه؟ لا اكيد. نحن بالنسبه لنا بالشركات بالقطاع الخاص بنشتغل بمسار اني نحن اليوم لنفترض نظام الفئات يتالف من 10 فئات، تبدا من فئه معينه حسب الترقيم، تختلف من مؤسسه لمؤسسه، حتى هي لها ثلاث منهجيات بهذا الموضوع. نظام الفئات فينا نحكي عنه لاحقا، ولكن اهم نقطه بالموضوع هو توافق نظام الفئات حتى نمشي بمسار مهني صح مع المسار المهني. المسار المهني انا حكيت لما نقول امين صندوق معناته انا بالنسبه لي اذا رح اجى التصنيف المطبق حاليا مفروض هو فئته 4، لما بحكي امين محاسب فئته 3، لما بحكي محاسب اول بحكي فئته 2، لما بقول رئيس حسابات صار فئته 1. يمكن كمان صار كمان نوها تعديل الشهادات بالنسبه لوظائف العمل، دائما يمكن شفنا الشباب الاكاديمي لهم اولويه بالعمل. تمام. خلينا نحكي بس الفكرة اللي هي الشباب بشكل عام اليوم لما بدهم يدوروا أو يروحوا على سوق العمل ويكونوا هن يعني مثل ما قلنا جونيور أو خام ما عندهم شيء خبرة. تمام. شو هي المؤهلات؟ كيف بتكتشفوا أنتم شو ناقصهم؟ شو الدورات اللي هن بحاجتها حتى فعلا تسقلوا لهم الشيء اللي عندهم؟ يعني نحن مين؟ نحن القطاع الخاص ولا نحن المشرفين المتطوعين؟ ولا نحن المتطوعين اللي عم نشوف سوق العمل؟ يعني أنا لما بنزل تطوع بروح تطوع بجامعات وبشوف الطلاب، بشوف حجم الفجوة اللي كتير كبيرة. أول فجوة أنا دايما بنوه لها وهي لحد الآن عن جد نحن ما بعرف كيف إن هي لازم تكون أساس أساسي، مع أن المدرسة عم تغطي نوعا ما هذا الشيء، هو اللغة الإنجليزية. صحيح. اللغة الإنجليزية والكمبيوتر. أنا بتفاجأ أني لحد الآن نحن عنا هاي المشكلة. طيب نحن اليوم بالعام 2017 ومفروض بمنهاج الدولة اللغة الإنجليزية والفرنسية والكمبيوتر مبادئ، يعني عنا حتى معلومات عن الكمبيوتر، لحد الآن في عنا ضعف كتير كبير من خريجين. أنا ما بحكي عن المدارس، عن خريجين الجامعات طلاب. باللغة الطلاب من أول نقطة الاختبارات الوطنية الاختبارات اليوم مستحيل، يعني مفروض نحن في معايير حتى تنطلق، أنت لازم تكون عندك اللغة الإنجليزية، لازم تكون عندك الكمبيوتر، مهارات الكمبيوتر. اليوم مهارات الكمبيوتر تختلف من حسب كمان الاختصاص. لما نحكي مثلا عن إدارة المشاريع مفروض يعملوا بريمافيرا ام اس بروجكت، في برامج خاصة. لما يحكوا عن الديزاين، عن التصميم، في عنا 3 دي ماكس، في عنا في عنا برامج خاصة بالتصميم. تمام. الفوتوشوب، الاستريتر، عنا يعني اليوم انا لما راح ادخل كارير الديزاين معناتها في عندي انا مهارات معينه بالكمبيوتر. لما راح احكي عن مجال العمل المكتبي راح احكي عن الاوفيس، لازم يكون وورد. لما نحكي محاسب لازم نحكي اكسل متمكن، انت صحيح. متمكن اكسل معادلات. فاليوم اذا انت بهذا المسار الشباب، نحن اول فجوه عم نشوفها بصراحه اني اليوم الشباب نحن وقت عم نختار حتى ليش عم بعطي مثال محاسب، بنجي على فحص الاكسل زيرو، يعني ما بدي اقول بيعرف بس يفتح الاكسل، او العكس فينا نقول ما معه شهاده جامعيه لكنه عنده خبره بهدول كمان. يعني عم تصير في منهم هوايه كمان، في منهم ما معه شهاده جامعيه وطوروا حالهم بالفعل بشكل كثير منيح. يمكن انا اروح للخيار الثاني، بس بنوقع بمشكله استراتيجيه. اذا بنحكي عن تنميه رح نوقع بمشكله استراتيجيه اني انا اليوم كيف بدي طوره بمساره المهني، لاني بالنهايه بده يسقف، لاني في شهاده علميه كمان لها دورها. يعني انا ما فيني انكر دورها، يعني انا اليوم بالفئات تبعته طلعته لمرحله معينه خلاص انت اليوم
صار في شخص بنفس الكفاءات كمان طور حاله اللي موجود عندي، فصار عندي اني انا بمساره المهني. اذا رح ننظر شخص طور مهاراته للشباب اللي ما اخذوا شهادات جامعيه واشتغلوا ممكن يلاقوا فرصه عمل. يعني اليوم نحن اذا بدنا نجي نستهدف نور الشباب اللي عم تحكي عنا اللي هي ما اخذت شهاده جامعيه وطورت مهاراتها عباره عن هي حبها او ظروفها وحبها للمعرفه، هي عم تلاقي فرص عمل بالقطاع الخاص، حتى عم تلاقي فرص عمل. بس صعبة، يعني اليوم نحن عم نعيش يمكن ظروف حياتية بالعكس صعبة، ما لا صعبة أبدا عند الشباب عم نلاقيها صعبة. لا، لأنه أنت مثلا هلأ نحن في حالة حرب، في كتير عالم ما قدرت تكمل دراسة، طلعت من المدرسة مشان ظروف الحياة اليومية، مزبوط. مشان تشتغل على بكير، يمكن العمل التطوعي في ظل الأزمة صقل هدول الشباب. مزبوط. شوي مزبوط. فينا نقول مزبوط. بس نحن اليوم لما منلاحظ، هلأ أنا اليوم من خلال الجوبكس اللي صار ومعارض فرص العمل صار في فرص عمل كتير. نحن اليوم ما بدنا نعطي تفاؤل للشباب عن جد من فرص العمل، نحن كثير وظفنا يعني من معارض فرص العمل كل شيء ناس تقدموا اخذنا، حتى في على مستوى داتا انتري يعني على مستوى ناس بس مدخلين بيانات قدرنا ناخذ هدول من كل الشرائح والفئات، يمكن اللي طبعا من السوريين من الشباب. خلينا نحكي شويه كمان، كنا عم نحكي عن القواعد. قلتي اول شيء مطلوب دائما للتقدم لاي وظيفه او دخول سوق العمل هي شهاده الكمبيوتر واللغة الإنجليزية. شو كمان في يمكن مهارات لازم؟ تمام. احنا رح نحكي على فئتين، فئة يلي هي مثل ما قالت نور اللي بسبب ظروف الحرب اني ما قدروا، بس ولكن انا بقول لهم اني انتم في قصص بسيطة ممكن انكم انتم تتقنوها او تشتغلوها لتحسنوا. عم يفاجئونا الحقيقة، مو بس انه تلاقي عندهم مواهب فعلا داخلية عم يفجروها خلال العمل، وهذا نحن عم نشوفه جدا الشباب. نحن عم نشوفه بداية الأزمة، نحن عم نشوفه هذا الكلام نور بسوق العمل. يعني نحن بس نحن النقطة اني عن جد اني نحن ننظر للشخص في مبدأ نحن عدم التمييز، نحن بنقول له discrimination. للأسف نحن اليوم تدخل، ما فينا نقول، ما بدنا نحكي حكي مثالي، ما في واسطات ب 90%. أنا ما رح أقول مشان يعني هذا واقع، على ما عم بحكي على قطاع حكومي او قطاع، هذا عم بحكي بشكل عام قطاع حكومي وخاص. انا عم بحكي بشكل عام العلاقات اكيد بتلعب دور بالتوظيف والمسابقات بكل الاحوال. عم نحكي انا بشكل عام ما فينا ننفي هذا الدور. صحيح. ولكن انا هل هذا، انا بقابل شباب قولوا لي مستحيل توظفونا انتم، مستحيل كله بالواسطات. لا، انا ما بدي اقول لهم كله بالواسطات. لما يكون شخص مضوى، لما يكون شخص عنده كفاءاته وشاغل على حاله، مستحيل ما تثبت وجودك، مستحيل ما تلاقي فرصه عمل. بس نحن عندنا كمان في نقطه كمان كتير مهمة، المظهر الخارجي. يعني اليوم نحن صح رغم الظروف ورغم كذا، بس لكن انت معلش اعمل شيء بسيط. انت اليوم لما رايح على مقابلة عمل، المظهر الخارجي شوي بدهم يهتموا فيه. نحن ما فينا ننفي، يعني بتلاقي ان عنده مؤهلات، طب اليوم كمان انت ما كتير بريزنتابل، ما لك كتير مرتب لتدخل هالمكان. نحن ما فينا نلغي هذا الدور. يعني بعد الشهادات دورات الانجليش وايضا الكمبيوتر، اكيد العناية بالمظهر الخارجي. بالمظهر الخارجي اكيد، يعني نحن اليوم هذا بيلعب دور كتير كبير. الثالث هو بالفعل اني انا بالنسبه لي شو الشهادات اللي ممكن نحن نشتغل عليها. في مركز التوجيه المهني اللي موجود بالمزه ممكن يساعد الشباب بشكل مجاني. يعني اليوم الظروف الصعبه اللي عم نحكي عليها هي متاح بعض المراكز، مركز عيادات العمل عم تطور الشباب بشكل مجاني. نحن في فرص مجانيه لتطوير الشباب. اليوم مهاراتنا الاساسيه الكمبيوتر الانجليزي، معلش استثمر فيهم ولو كانت رغم الظروف الصعبه. عندك المظهر الخارجي كمان مهم، ما فيني انا انفي، لاني لو كان انت اذا كان في واسطه انت عم تسمح لهذا الشيء، عم تعطي فرصه لما انت ما عندك هدول الثلاثه. الرابعه هي اكيد كفاءاتك شهاداتك العلميه. نحن اليوم التعليم المفتوح، التعليم الافتراضي كثير عطى فرصه للشباب يكملوا دراستهم. انا بعرف كثير شباب ان يشتغلوا على مجال التنميه تبعتهم، دخلوا بعد البكالوريا ما قدروا يكفوا، اشتغلوا على هذا الشيء. خلينا لكان بعد هالقواعد اللي عطيتينا اياها توجهي كلمتين هيك بالختام لكل الشباب السوري اللي عندهم اراده انه يكملوا ويبنوا مستقبل لسوريا. انا رح اقول لهم اول شيء عن جد انتبهوا، اول تفائلوا ان في شركات اكيد وفي لكم فرص بسوق العمل، وسوريا جاي ان شاء الله على اعاده الاعمار. ان شاء الله ما رح يكون في حدا ما عنده فرصه عمل، ولكن انتم بتكونوا تجهزوا حالكم لهالفرصه. ان ما كانت عم تلاقوا هلا رح تلاقوا. فلذلك نصيحتي لهم اول شيء اكيد المنافسه رح تكون اشرس باعاده الاعمار، لاني رح تكون الفرص كثيره، بس اكيد رح يختاروا كمان الناس اللي عندهم انجليش، عندهم كمبيوتر، عندهم مظهر
خارجي لائق، عندهم مهارات التواصل، واكيد اليوم رغم الظروف الصعبه خلينا نستثمر بشهاداتنا العلميه من خلال التعليم المفتوح، الجامعه الافتراضيه، الفرص المتاحه، ومن خلال مراكز التوجيه اللي موجوده متاحه بشكل مجاني لهم. هذا دعم كثير كبير من الحكومه، وعن جد يستفيدوا من هذا الشيء. واليوم الانترنت ما فينا ننفي انه دوره، ما في حدا ما عنده مثل ما قلتي سوشيال ميديا، ما عنده فيسبوك، ما عنده الوسائل الاساسيه. ما علينا، نحن نعطي ساعه، في باقات كثير عم تكون كمان عروض، نحن نعطي ساعه تعليميه ندخل نبحث شوي، نطور حالنا وين ما كنا، وين موقعنا، وين ما كنا نحن قادرين على الاقل اخر الليل لو كنا عم نشتغل الصبح نقعد المساء نقعد نطور حالنا وكفاءاتنا. فاستفيدوا من وقتكم، هي نصيحتي، وابنوا نفسكم، لان اعاده الاعمار ان شاء الله نحن متفائلين ان شاء الله رح تكونوا كلكم موجودين بسوق العمل. اكيد اكيد. نتشكرك نهى شوحنة مديره الموارد الاداريه على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا ولكل النصائح اللي اعطيتيني. اهلا وسهلا.